مشة العمر وتعب السنين بيستحلوه أصحاب الشركات العقارية في النصب بدم بارد ومبررات سخيفة وضحايا لا حول ليها ولا قوة. دفعت على واخده شاليه واخده فيلا بدوري 115 و56 وده بدفع القسط لحد المكتوب في العقد لحد المده، وبعدين ما لقيتش فيه نتيجه ولا لقيت حتى اي حاجه يعني توحي اني فيكون فيه، فعملت وقف اقساط وقفت القسط وده احنا منتظرين بنعمل اللي علينا وربنا يكللها بالنجاح. حضرتك في 2013 كانت المرحلة الأولى اتبنت واحنا اشترينا على بناء على المرحلة الأولى، يعني احنا بدأنا نتعاقد بناء على المرحلة الأولى. عملنا حضرتك يعني انا مثلا متعاقد بالظبط من 10/2013 المفروض استلم في 4/2017 لغاية دلوقتي مفيش. قعدوا عملوا دعاية كدابة ورحنا شفنا الأرض اتلدها جبل وقالوا خلاص هتستلموا، انا اصول هستلم في 2016 في نص 2016 لغايه النهارده نيجي وقول كدابه اه بكره ده بعد تاخدوا فلوسكم، لا اصل في اعطال ما فيش بونا في الكلام ده، هم ناس كدابين. حضرتك القريه بتاع اللي اسمها مينا ريزورت بعدينا ب 80 كيلو خلصت واتسلمت بعدينا ازاي يعني؟ يقول لك ما فيش حاجه، ما اه سلمت سنتين، يقول لك اصل النفق ما حدش بيعدي من، طب القريه دي اتبنت ازاي؟ احنا ومصنع الاسمنت بتاع سينا شغال ما خدش منه اسمنت ليه طالما عايز؟ متعاقد من 2014 ميعاد تسليمي عدى بقاله سنه، رحنا كل الاماكن اللي ممكن تتخيلها لغايه رئاسه الجمهوريه، اعضاء مجالس الشعب تقريبا 50% من مجلس الشعب بعتنا له الكلام دوت ومفيش حد حرك ساكن، رحنا الاموال العامه ما عملتش حاجه، رحنا للنائب العام ما عملش حاجه. حلم عيالي بيتبخر بالشركه دي. كان المفروض تستلم امتى؟ السنه اللي فاتت وغير لي عقد وعندي عقد شاليه المفروض استلم السنه اللي فاتت وشاليه السنه دي ما استلمتش ومفيش حاجه اتبنت منهم. انا دلوقتي في 2018 والشريعات موجوده فعلا ورحت شفتها وكل حاجه وهم مش راضيين يسلموها لي، وانا مسدده كل الحاجات وكل الاقساط ومعليش اي حاجه خالص، معيش اي التزامات ماليه ولا اي حاجه، وكل ما اجي لهم يقولوا لي ايه لا اما حضرتك تاخدي الفلوس على دفعات زي ما انت دفعتيها على 4 سنين، لا اما حضرتك بقى تصبري اما نبقى نجهز الشاليهات، الشاليهات دي مش جاهزه اصل احنا الكمائن مقفوله وما اعرفش ايه وكلام كده فارغ مش موجود. احنا من سنتين سافرنا الشاليهات دي فعلا موجوده، وانا دخلت الشاليه بتاعي دلوقتي قفلوهم وحطوا عليهم مفاتيح مش عايزين يسلموا حد، وانا مش عارفه اخر الموضوع ده ايه. شركات النصب العقاري مسلسل هندي لم يكتب له نهايه حتى الان. آلاف الضحايا سنويا يتم استغلال حلمهم في الحصول على شقة بسعر مغري. هذا ما حدث مع ضحايا هذا التقرير والذين تقدموا بأكثر من 3000 بلاغ ضد صاحب الشركة العقارية تتهمه بالنصب والاحتيال على المواطنين منذ عام 2012 وحتى عام 2017. كان معكم آية مسلحي، برنامج وزيرة العقارات، قناة LTC.